السلام عليكم. اليوم سنتعرف على أسماء أيام الأسبوع. Hello. Today we're going to see the names of the days of a week. The first day is Monday. Monday. الاثنين. Monday. الاثنين. Tuesday. Tuesday. الثلاثاء. الثلاثاء. Wednesday. Wednesday. الأربعاء. Thursday. Thursday. الخميس. Friday. Friday. الجمعة. Saturday. Saturday. السبت. Sunday. Sunday. الأحد. Now we are going to see the names of the months of the year. الآن سنتعرف على أسماء الأشهر في السنة. أول شهر هو جانيوري. جانيوري. يناير. فبروري. فبروري. فبراير. مارس. 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 أبريل. 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 ماي. ماي. مايو. جون. جون. يونيو. جولاي. جولاي. يوليوس. أغسطس. 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 سبتمبر. 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 أكتوبر. 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 نوفمبر. 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 ديسمبر. ديسمبر. De janvier.